ازيكم يا جماعه، معاك كريم من شركه ارمور. النهارده هنتكلم في حاجه كويسه في السوفت وير، وهي ازاي اقدر اشيل لوجو موجود في الرسمه، مثلا حاجه زي اللوجو بتاع ابل. نختار مثلا حاجه ظهر كده، دي ما فيهاش لوجو، دي بلوجو. نروح دايسين على ايديت، ونروح دايسين هنا كليك يمين ان كومبين، هيظهر معانا سهم كده، ندوس عليه ونختار، نبدا نشوف مثلا اللوجو بتاعنا فين. هو ده كده. بعديها نروح قافلين السهم وندوس كليك يمين تاني كومبين، وكده الشكل جاهز. واروح دايس اوتبوت تو ماشين عشان يتقص معايا.